عز وجل. فأنا يعني كمختص ولا في فقرة الصدق إني أحتار فيهم، وإن شاء الله عاد بعد شوي أبو عبد العزيز نضع النقط الحروف. ها خلاص، هذا واحد رفيز لي وارسل لي ابيات فيها شيء من المداعبه. حلو، بالذات يعني هاليومين ذي يعني المدخنين حالتهم حاله استنفار. الممثلين المدخنين مدخنين اي مدخنين، وش دخلنا في الممثلين؟ ما عاد اسمع والله يا ابو حاتم. مجرد انه بس ياخذ له فذه فذتين طمر بس جعل ما جابك الجنه، واخذ له كم من سيجاره على قولتهم. انا دائما انصحه واقول يا ابو سعد يا رفيجي يا مالك ومال ما اقدر في ابو حاتم. المشكله انه رجال يعني كبير، كنا حول 60، فارسل لي رساله ابيات. ابو عبد العزيز اسلم يقول: وصدري يلي فيه مثل القطاوه وصدري يلي فيه مثل القطاوه اللي جلدها البرد قامت تصاوى، سبايب الدخان فوقها غشاوه، ويزيد لا من قلت كانه تشاوى. ارجوك يا دكتور عجل وداوه، لا تعتذر وتقول ما ينتداوى، قبل حياتي مثل طعم الحلاوة، قبل حياتي مثل طعم الحلاوة، واليوم تأثيره فلا ينتقاوى. إبليت بالدخان بلوى العاوة، خطوة الهبيل اللي فلا ينتخاوى، غثة نحر لو كان فيها الهداوة، غثة نحر لو كان فيها الهداوة، لكن مع الصحة فلا ينتساوى. فالصدر سم التتن صار برهاوة، شريان قلبي من سمومه تراوى، هذا العدو اللي يكن العداوة مثل الذياب اللي جاء وتعاوى، حلفت عنه يمين معها سطاوة، مهنا بشربه لو عروقي تلاوة، أو نست تأثيره بشر وقساوة، قدمي نجوم الظهر قامت تهاوى، لا تحسبونك كيف فيها الطراوة. هذه نصيحة للي يشربونه، يقول: لا تحسبونك كيف فيها الطراوة، كم منها خير مات ما فيه ماوى، ويضا بعد راحة ونشامة نقاوة، مثل الجمال اللي بهيف دهر تثاوى، قطع أنفسهم قطع لو هم قداوة، وسطابهم سطوة عدو تقاوى. أيوة جابك يا فؤاد عندنا، جابك انت ضار تبي ايقاف مره ثانيه عن البث ولا ايش تبي يا فؤاد؟ فؤاد يزاول فروسيته داخل الهنجر. صح لسانك ابو حاتم، وعلى وش رديت عليه يا ابو حاتم؟ ها وش رديت عليه؟ ايه ما والله ما رديت عليه، غريبه. في قصيده ثانيه بغيتوني اجيبها ابد مره. طيب يا شارب الدخان ننصحك بالذات، دوس قلبك تدوسه برجليك ذا الحين، ومجالسه للطيب واهل المروات، حذر بدخن بينهم يحمر العين، تكفى طلبتك يا ولد 10 مرات، وانسان ما تكفيك زدناك 90، خلت تتم من شار رب السماوات، ما في فود ويتلفن الشرايين، يا كم خسرت من سبب هالريالات، خسارت في الجسم والمال والدين، رعيه بالتسعين عله وعلات، يا عزتي للي جلس معه مسكين، لجاك للمسجد يصلى الصلوات، يله ريحي وذيبه جميع المصلين، والبيت كله محرقه بالزقارات، العائله دايم وجاع ومريضين، واللي يركب سيارته صار نكبات، على المرأة واللي معه من بزارين، من يشربه معدود من ضمن الاموات، يا كم من اسبابه ضحايا ملايين، احذر يغرونك بحلوى العبارات، اعداك في تضيع دينك حريصين، محرم يا ناس في نص الايات، لان خبيث مضر للقلب والعين، وزودا على هذا تقول الدراسات، منه تسرطن جسمك سنين،
وسنين جمعية التدخين سووا عيادات لأجل المدخن مثبتة بالبراهين. لا لا تأخر ثم تندم المفات، اذهب لهم ما في بكرة. وبعدين تلقى العلاج ومعك كل تلقى العلاج ومعك كل العلاجات، اصحى تلف يسار يا صاحة ويمين، ادي عسى المولى جزيل العطيات يعصمك منه وتصبح من السليمين. يلا تقبل دعوتي كل الاوقات. آمين. يا من سمعتوا امنوا وقول امين. آمين. 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 امين امين امين. عندك ابو حاتم الله يهم تكون انت ويضر البيت او شرع البيت. أيه. امس بالمناسبه ابو فهد حديقه السويد عندنا ممشى مصلى العيد حق الريان، اجي ابو حاتم الا ذاك الرجال جالس ولد شباب وعلى يمينه وحده وعلى يساره وحده، ظاهر زوجته واخواته، وقدامه طفله صغيره وعند الحريم واحد يمين واحد يسار، والطفله والله يا جماعه لما بغيت ارجع ابو عزيز اقول له يا اخي اتق الله في الطفله ذي ولا ادعي بغيت اتكلم، بعدين قلت يا ولد خاف تنشب